السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، شكرا ايمان. مرحبا بك للا جميلة. الله يبارك فيك، كده لاباس عليك. الله يبارك فيك للا. الله يحفظك. انا متوتره شويه، فعمري 30 سنه وكنطلب الدعم معايا. الله يسهل يمشي للناس، واللي شافي اليوم مريضه شويه. يا تبارك الله عليك، والله لا تبارك الله عليك، دائما كنصمت لك تبارك الله عليك وما شاء الله عليك. الله يرحم اللي قراك ورباك ووصلك هذه المتانه. الله يحفظك بنتي جميله. شكرا لك، شكرا لك لالا. الله يطول عمرك. عزيزه 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 بزاف، ودائما كنت الاستماع. بارك الله فيكم بنتي، بارك الله فيك، الله يطول عمركم لالا، جزاك الله الف خير. شكرا للا جميلة. للا جميلة، المطلوب ديالك بسيط جدا، وإن شاء الله حاجتك مقضية، لأن طلبك هو طلب هو طبيعي جدا، وهو أن كل فتاة ربنا سبحانه وتعالى خلق لها نصيبها في الحياة. ربنا خلق الكون كله من ذكر وأنثى، جعل لكل أنثى ذكرها ولكل ذكر أنثى، لكي يخرج منهما أناسية كثيرة. هذه سنة الله في الوجود، هكذا ربنا سبحانه وتعالى هيأ وصمم الوجود، خلقكم من ذكر وأنثى وجعلكم شعوب، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذا الطلب أيها الأخت الفاضلة في رمضان يكون قريب الاستجابة، لأن رمضان هو شهر الدعاء والاستجابة بامتياز. في آيات الصيام ربنا ذكر الآية التي قال فيها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ذكرها ربنا عز وجل في وسط الآيات التي فيها أحكام الصيام، حتى جعل المفسرون يقولون بأن ربنا أراد أن يلفت الانتباه بأن في رمضان الدعاء مستجاب وحاجتك مقضية، ما عليك إلا أن تكثر من الدعاء والابتهال إلى المولى جل علاه. فنسأل الله تعالى ونحن في هذا المقام، مقام الدعاء، والناس معنا الآن يستمعون، الصائمون والقائمون والمؤمنون والطاهرون والصابرون، كل هؤلاء عباد الرحمن، نرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل. اللهم يا ربي أختنا جميلة، اللهم يا ربي أسعد قلبها، اللهم اختر لها من عندك زوجا من الصلحاء، من الطيبين، من المرضيين، من المهديين. اللهم أسعد قلبها وآنس وحشتها، واختر لها من عندك الزوج الذي يسعدها، وارزقها معه الحياة المستقرة والذرية الطيبة، وبارك اللهم في والديها وفي عائلتها يا ربي. وكل من قال آمين يا ربي اعطه ما في قلبه وما ضميره، قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دار عمي الحال. الله يبارك فيك بنتي مريم. مبارك أبشركم. بارك الله فيك. عندي مشكلة في الريض. ما كاين بس بنتي، احنا كنسمعوك مزيان. بس كدا معايا عمي الحال العواسف. يا رحمن يا رحيم. أيها بنت مريم، لا إله إلا الله، لا إله إلا، انقطع الخط عن للا مريم، معذرة. وكلنا ننتظر في هذا العواشر، ننتظر رحمة الله. ربنا عز وجل يتميز في هذا الشهر الفضيل بالجود، ويتميز بالعطاء، ويتميز بالإحسان أكثر من غيره في بقية شهور السنة. الله تعالى يرينا من رحمته وألطافه الخفية في رمضان، حتى إنه كل يوم يعتق رقابا من النار في هذا الشهر الفضيل. كل يوم الله سبحانه وتعالى رقاب كان قد كتب لها أنها من أهل النار، فيعتق هذه الرقاب ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. ولهذا الدعاء المأثور الذي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى قوله، وهو: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وكل حاجات الناس
وأقضيتهم هي إن شاء الله تعالى تكون منجزة، كل مطالبهم مقضية فضلا من الله وإكرما، لأن الدعاء في رمضان هو السلاح المؤمن. نطلب الله تعالى لنا مريم كل ما في قلبك وضميرك الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء، اللهم تعالى يحقق لك الرجاء ويبلغ لك المقصود. هذا السبيل ديال الدعاء ليس السبيل المستضعفين، بل هذا هو سبيل الأقوياء، لأن الله تعالى يحب من عباده أن يدعوه بالليل والنهار، يحب من عباده أن يلجأوا إليه ويجأروا إليه ويلتمسوا منه العطاء والرحمة والمغفرة. فنحن جميعا ضعفاء ونحن جميعا محتاجون إلى رحمته وعفوه، وكلما مددنا أيدينا إليه وكلما لهجنا بألسنتنا فإن الله الرحمن الرحيم الودود الكريم يعطينا ويزيدنا من فضله. فلالة مريم الله يحقق لك الرجاء، الله يبلغك المقصود، وربي سبحانه وتعالى يكون لك وليا ونصيرا في هذا الشهر الفضيل، الدعاء خصوصا في جوف الليل، وربنا يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من صاحب حاجة فأقضيها له. يبقى ربنا عز وجل طوال الليل ينادي هل من كذا. فعلينا أن نوري لله من أنفسنا العزيمة، وندعو كثير ونستغفر كثير ونلتمس منه العطاء، وسوف نرى من الله العجب. أسأل الله تعالى أن يكرم الجميع ويسعد قلوب الجميع ببركة النبي الشفيع، اللهم آمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أني قريبا لباس لبس بنتي الله يبارك فيك. لبس عليك. الحمد لله الشكر لله. جاني مالي الدار. كلهم لبس عليهم الحمد لله بارك الله فيك لله ربيعة. الوليدة. اللهم آمين يا الله يرحم الجميع. عافاك أمي قريبة ادعي معايا. يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. أنا مريضة. لا إله إلا الله، الله يشافي ويعافي يا رب. الوليدي. يا ربي يا كريم يا بنتي ربيعة، الله يشفي ويعافي يا رحمن يا رحيم. الله يرحمهم رحمة واسعة يا رب يا رحمن يا رحيم. إن شاء الله بنتي، إن شاء الله يا رحمن يا رحيم. اللهم آمين لله ربيعة، كنشكرك لله، بارك الله فيك بارك الله فيك. وأختنا ربيعة تعاني من المرض، ولعل الكثير من المستمعين والمستمعات يعانون من الأمراض والأسقام، الكثير من الناس يمرضون، وهذا المرض هو أمر طبيعي، يعني شيء كتبه الله تعالى على بني آدم، وأحيانا من أحبه الله نال منه. هذا المرض قد لا يكون إلا لمن أحبهم المولى، إذا أحب الله تعالى عبدا نال منه، يسلط عليه الأمراض والأسقام أو يسلط عليه الهموم، وذلك ليغفر له الذنوب ويمحو له السيئات ويرفع له الدرجات. وهو سبحانه وتعالى كما فرض علينا وكتب علينا هذا المرض، هو سبحانه قادر بعزته وجلاله أن يزيل عنا هذه الأمراض ويذهب عنا هذه الأحزان. فاللهم يا ربي يا كريم، أختنا لنا ربيع اللهم شافيها وعافيها ودويها، وكل من كان مريض، كل الأحبة الكرام اللي معنا واللي هما غير معنا، كل من كان مريض من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم يا ربي في شهر الصيام وشهر القيام وشهر تلاوة القرآن، يا ربي إنا نبتهل إليك، يا ربي إنا نتوسل إليك، يا ربي إنا نجأر إليك أن تشافينا وتشافي جميع أمراض مرضى المسلمين. اللهم شافي جميع مرضى المسلمين، اللهم أنت المداوي وأنت المعالج وأنت الطبيب. رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. لالا ربيع الله يشافيك، الله يعافيك، الله يداويك، الله يطبك في الغيب، ورزقك مولانا الصحة والعافية وتمام العافية. والله يرحم والديك، يرحمهم رحمة واسعة، واجعلهم ضيوفا عند الرحمن مكرمان في عرصات الجنات. وهذه مناسبة ندعو مع جميع والدينا وجميع أمواتنا، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين،
يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. يا رب جميع من مات من أحبابنا وأقاربنا ومن أهلنا، يا رب ارحم الجميع. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اجعل قبورهم مزارا للملائكة، اجعل قبورهم روح وريحان وجنة نعيم. اللهم ارحم جميع أمواتنا، كل واحد منا يستحضر أمواته، لا شك أن كل واحد منا عنده أموات، إما من الوالدين وإما من الأجداد وإما من الأعمام أو العمات أو الأخوال أو الخالات أو من الأولاد والحفدة أو من الجيران. سبحانك يا جليل، لابد ربنا أن يأخذ لعباده أحد أحبته ليريه من عظمته، لأن في الموت الله تعالى يرينا قدرته ويرينا جبروته، وأنه يسلب منا الحياة. الحياة اللي هي قيمة عظيمة جليلة هي بيد الله، ليست بيد أحد. فلما يسلبها الله تعالى يرينا قدرته ويرينا عظمته ويرينا جبروته. فاللهم ارحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم الأحياء وبارك فيهم وأصلح بالهم. آمين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.